السلام ورحمة الله وبركاته. كدير أختي بخير لاباس عليك؟ الحمد لله صافي يا ريه. قول لي يا أختي شنو المشكل عافاك؟ أعاود لي بالتفصيل بدون استحياء. المشكلة عندي أنا كان بدا في 2015، كنت خدامة في لابونك من وراها وليت كتشدني الطجة من تما، كنبقى نبكي طرا ومشاكل وهذا وما يبكاولو مقتلوني وما مشيش لتما. لابونك أيوا صافي ديميسيونيت وبركت في الدار شي عام، وأنا من مرضى المرضى طايحة في الفراش مساكي طيح عليا لي من ديما. ما بقيتش المهم تعطلت كارير، حتى في الهيئة ديالي كنغلط وكنتنفخ بزاف فوق القياس. بدون أدوية ولا بسبب أدوية؟ لا بلا أدوية في اللون، عاد من بعد جاو الأدوية كملوا. ومن وراها جاني مدة شحال، المهم بعدا كنت كنطيح كنبقى نهضر بهاد المرات، وأنا من النوع اللي كنبقى عاقلة وكن ما اسمو مزدوج كتسمى. كنحاول بعض المرات نسكت ما نهضرش، المهم ولكن بعض المرات كنهضر. من وراها ملي كتهضر شنو كتقولي؟ كل مره شنو كنقول، بعض المرات كنشوف شي حاجه كنقولها، بعض المرات كنبقى نهضر هكا. بحال اش اللي كتشوفي مثلا؟ مثلا بعض المرات كنشوف شي حاجه مخبيه ولا هذا، كن ما عرفتش كيفاش كنقولها، ما عرفتش. علاش كديري يدك هكا؟ متوتره شويه مخلوعه زيد صافي. من وراها شحال كنت تبعت طرقي واحد الوقت، شحال ما بقيت طحت. من قربنا نتزوجو فاش كان جادر فيا وهذا صافي، شديت الفراش هذيك غير من طيح عليا رجليا ظهري الالم الشديد، درت ليا غير من الاول، درت سكانير، درت ليا غير من الاول، درت ليا غير من الثاني والو، كيقولوا ليا ما عنديش شي حاجه غاف. عندي ان ارني ديسكال ولكن ما يسببش ليا هذه الحاله كامل. يعني خاصني نبقى عادي، انا كنعواج كلي رجليا بجوج كانوا كيتقالوا عليا، وليت كندير لي بيكي باش نوقف، كنبقى شاده الفراش كيجني بحال اكتئاب، كنبقى نهضر ولا نشوف حتى واحد، كنبقى غير في الدار وهذا. من وراها ثاني عاودنا درنا الرقيه هي فاش تزوجنا، ولكن من نهار تزوجنا وحنا ديما المشاكل من النهار الاول حتى لدابا. بل ما كيكون شي سبب تافه بسيط حتى كينوض عليه المشكل وقربه على قداش، كيجيوني لي زيد ديال الموت وكنبغي نموت بزاف. طلاق 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 ديالي ديال الألومة لي زيد لي مسيطرين لي دابا على الوجه اللي كاين. مثلا في بحال دابا الا كانت شي وفاة ولا هادي كتأثر؟ لا كتأثر كتأثر بزاف، كطيح الا بكيت كنطيح لحد الآن. اي مؤخرا طاحت بزاف، واحد الوفاة ديال جدة شي 8 ايام دابا عندهم الله عزركم. فراسيش فراسيش توفات واحد جدة وانا ما كنتش غنجيبها حتى عارفها كطيح. فجات جينا توفات جدة وجات باتت معايا هنا حتى 6 الصباح وانا معاها بالقران وجاتها هي. شنو جا؟ جا واحد الدرس ديال العقل وهكاك وجا هالمس. دابا انا منين كنطيح دابا الا طحت مثلا كيبقى هذيك الطيحه كتبقى مأطره عليا، و الا عاودت بكيت كنعاود نطيح. فهمتي؟ دابا انا داك النهار اصلا طحت شي جوج مرات، ثلاثه المرات اللي طحت في الدار لها في الموت. كنطيح كنبقى نبكي ونغوت. فين فجيت هنايا اصلا كنحس بالوقوف ديالي كامل مشيت لي وهذا. من وراها بدات تعيا الدرسه وهذا. دابا الدرسه كضرني ولكن حتى انا بحال مرفوعه، فهمتي؟ يعني دايره هو داك الشيء اللي كيشدني فاش كيشد لي المس النص ديالي من هنايا التقفقيفه، بحال كيجي كنبقى نخبط يا اما في الراس يا اما وكتضحك كتبقى بعض المرات تضحك هادي ديما فاش كنطيح كنبقى نضحك واحد القهقهات بزاف. ايه ماشي انت اللي تضحكي. طيب تقرا القران ولا هذا ثاني هكاك ثاني تبدا تضحكي. طيب ملي تيصعد شنو الكلام اللي تيقول تحديدا؟ ما كاينش شي كلام مؤخرا قالت انا فاش طحت انا قلت ليا كنحس بك مخلوع
مني صوصها. ايه طبعا مشي اللي قلت كل كنحس بك مخلوع مني، كنحس بقلبك مخلوع، وانا اللي عكست لي في الخدمه عكس ليها هي. هي قالت لي وانا وما ما غترتاح حتى غنتفارق. كتلقاي طبيعي زرقين بعد مرات بديتك الصباح ملي كتفيقي بزاف د المرات. واحد المره كاع كنت لقيت الحنه وقلت لها لقيت بحال طبعه د الحنه في ايدي شحال هذا. هادشي تتزوجتو قبل ما تتزوج شحال من سنه وانتي من 2015 قلتي تقريبا؟ اذا المشكل ديال الخدمه كان معاه المشكل ديال الحنه اللي لقيتي في يدك ولا المحنة قبل؟ في ذاك الوقت مزيان. كان عندك شي مشاكل في الخدمه انت؟ ماشي في 2015 مع شي وحده خدام معاها ولا؟ لا 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 المشكله انا فاش دابا المشكله فاش كنطيح كتجي صوره واحد السيده في بالي. هذيك السيده شنو المشكل كان عندك معاها؟ عندي معها حتى مشكل. لا زعما عائله ولا خدمه؟ عائله. لا لا المشاكل جينا من العائله. الاقارب عقارب. لا حول ولا قوه. وليت ما باش ملي كنطيح هادشي طرا لي مؤخرا مورا موت جدي انا. المهم كنطحت واحد الوقت وليت كنشوف راسي بحال مسطيه وكنديع في الزنقه ما كنعرفش راسي لا شكون انا لا فين انا. هادي ولات كطرا لي حتى هي بزاف. كنشوف راسي بواحد الصوره كأنا كنتخلع ملي كنفيق زعما من نقاش طايحه كتبقى مأطره ليا ديك الصوره شويه. طيب الرقيه اللي درتي شحال درتي من الرقيه؟ شحال درتو مره؟ بزاف. المهم بدا واحد السيد تبات معايا بزاف ولكن وصل معايا حتى انه كيدير ليا هذيك اللعيبه الفتيله ولا ما شنو كيقول ليا باش زعما نديرها. كنت كندير الرقيه لراسي انا وماما وكندير القسط الهندي كنشربو كنشمو توليت ريحته نقدر نشمها مثلا تكون لي في الكوزينه نشمها من هنايا صافي وكنهرب. شمتيهاش دابا؟ لا دابا لا عندي مليح عافاك. لا عرفتي بكثرة ما شربت وتقييت وشميت وهذا صافي وليت نشم ريحته كنهرب. بالقسط الهندي بالقران بزاف بزاف. وواحد الوقت الصلاة مبقيتش كنقدر نصلي يلاه نبقي ندير الله اكبر كنت كنطيح. يعني سي طرات ليا واحد الوقت فداك الاوج تاع زعما المحنه ديالي تما. ومن عام لعام فاش كيقرب الوقت اللي مرت فيه اللي هو بين شهر 10 و 11 كيتجدد ليا داكشي كثر وكيتزاد كثر. ونهار طحت في بنت حمد قلت لراجلي قلت ليه والو كنطلقو عقلتي باش ندير الدار. قلت ليه ما غاديش نكمل انا وياك. قلت ليه واخا ما عادش يكون ما نكملوش. دابا فهاد الفترة ديال شهر 11 شهر 11 كيتجهد القضية لأن دابا حنا نقدر نقولوا بلي القضية مجهدة الآن. في الأوج في العطا دابا شوية. واخا ملي كنكون مجهدة راه مكنقدرش نوقف كاع مكنقدرش نتمشى راه هو شافني غير بعد مرة كنكون صحة سلام بخير نقدر نشقى ندير كلشي. مجرد شي حاجة قلقتني أولا هذا صافي كنت كوان ساكاريمون كنصبح كنمشي عوجة يدي واحد المرة يدي ورجلي نصي كامل اللي ما تقال عليا شي 3 ايام ولا 4 ايام وانا هكا. شحال دابا نتوما متزوجين؟ دابا عام. عام صحة سلام. باقي ما كتفكرش في الوليدات ياك؟ لا كنت دايرة الحبوب زعما انا كنت بغيت زعما جات صحيه ونديروا الرقيه. نعم احسن. زعما تشكر لحد الان لم يقع حمل لحد الساعه لم يقع حمل. مزيان باش نعرف. عمرك فايته فتحتي على كرشك؟ لا. طيب باش كتحلمي اخر؟ باش كتحلمي مازال؟ بدا واحد القضيه كتوقع ليا بزاف كنكون بحال ناعسه كنفيق وكطرى ليا سورتو فاش كنكون في دارنا في الصالون الفوق عندي انا واحد البلاصه كطيس فيها بحال مثلا هاد السطيري هذاك ديالي فين ما كنمشي حتى قبل ما نزوج كنخلي بيتي وكنمشي نعس فيه. فاش كنفيق كتبان ليا كسده ديال واحد بارك حدايا بحال كنعرفو ماشي
ماشي انس زعما كنبقى نهضر معاه بلا ما نقدر نشوف فهاد الوجه الفوقاني وفي رجلي كيبان لي غير نص من هنا لهنا كيبقى نهضر معايا وكنهضر معاه وانا عارفه راه ماشي انس واش نقول لكم ما كنعقلش ما كنعرفش انت شنو كتقولي لي وانا كنبقى نهضر شحال صافي حتى كنعس عاوتاني اشنو كيقول لي اشنو كنقول ما كنعقلش هذيك الهضره كاغيمو احلم بهاد المرات كنعقل بهاد المرات ما كنعقلش المهم في الليله فاش كنكون بوحدي في الدار داري انا وراجلي ما كنقدرش نعس كنبقى مشعله الضوء التلفازه وكنبقى بالك كنتسنى حتى كيجي في الصباح كيكون هو خدام بيرمانونس الليل ما كنقدرش انا نعس حتى كيجي واحد المره اللي جربت نعس كنحس بحال شي واحد جاي ليا كنحس بنفس شي حد هنايا في حنكي بحال شي حد كيدور بيا صافي حتى كنت غنفطى ديك الليله من وراها مابقاش كنقدر نعس كنفضل نبقى فايقه ونتفرج مش على التلفاز والضو وباركه بحال هكا كنشوف التلفاز خايفه وظهري للحيط ونقدر طواليت ما نوصل ليه ما نهطش وما نوضش ليه حتى كيجي الصباح ومنين كيجي واحد المره بكثرت داك الخوف بقيت قامشه هكا عقلتي قمشتو هكا ضفاري بقى غير كيتبغي تقلب كنفيق بها صافي تقريبا هادشي اللي كاين تحمي بكلاب افاعي بزاف شنو هما اللي بزاف كلاب ولا افاعي الكلاب بزاف واحد المره كنت بغي يديرني من وجهي واحد السيفه خايبه بحال شي حاجه اسود لونه اسود كيخلع وعيني حمري وواحد المره لفعه كحله كبيره بزاف كنشوفها جايه ليا بحال كتلاح عليا باغي يديروني من وجهي وكيتمكنوا منك ما عرفتش بعد ما كنفيق نفزوع بعد ما كنبقى نغوت وكنجري وما عرفتش حشرات قطط لا كلاب بزاف كلاب دود ما قلتش كان براسك تعومي في البحر طائرة ما هادشي احلام مخربقين كنحلم بهم بعد المرات وما كنعقلش الحية اللي حلمتي بها لونها اسود ولا اصفر كحلة في هادوك العيبات كيبانو كحلة شنو وقع في الرقية؟ دابا مشكل الرقية كيجي كندير بحال هكا الرقية كيقرا عليا كيرقيني كيعطيني ما قرآن داكشي نبقى نتبعه كنديرو واحد المدة صافي ما كنبقاش نقدر ندير وكنعاود نمرض فهمتي؟ هذا هو المشكل اللي كيوقعوا فيه كاع الناس دابا ملي كيتبعوا البرنامج شنو قلت لك قبل البرنامج هو كلشي شكون واضح معك البرنامج هو كلشي ان الراقي ما عندوش عصا موسى ولا خاتم سليمان كاين برنامج قوه الرقيه تختلف باختلاف الراقي وباختلاف الرقيه اللي دار نعم ولكن البرنامج هو كلشي ملي كنبدا انا كنتبع البرنامج شنو كيوقع وقت اللي كنعيا انا راه ماشي انا اللي عييت انا عييت شويه راه هو اللي عيا بزاف طوب هي بعشرة الأضعاف وتعطيني أنا شوية من ذاك الشعور باش نحبس فمني كنحبس أنا شكي وقع هو بحال قد قيت لي الفاكسن كيتقوى كيكسب مناعة من ذاك الشي اللي انت كدير مرة جاي إلا بغيتي أصيح المأكل المرة جاي منين بغيتي كتحمي راسك تأكلي في الليل هل عرفتها من الدقريعة مني كيجي كيوكلك مني كيجي كنعاود نرجع البرنامج الا رجعت نفس البرنامج كنت كندير من قبل كيقضي فيه والو انه ولفو انا نسيت نفس البرنامج بقى دابا مشكله داكشي بحال كيتكرر ما شويه فهمتي غير كنقطع هذاك ما نبقاش يجي عندنا وهذا صافي كيدير دابا انا بغيت شي حاجه اللي تحرق هادشي ونتهنا في مره لانني شحال من عام وانا كنتعذب وعذاب مستمر 2015 عرفتي شي حوايج قبل ما تكوني كنحس براسي مسطيه ابشري بكل خير ان شاء الله دابا ملي كتقري القران باش كتحسي ما كنقدرش نكمل القرايه شتي ملي ما كنقدرش نكمل القرايه وكنحبس تما فين كيتقوى خصني نكمل واخا يطلع ولكن خص دابا انت كيضرني ظهري رجلي خاصك تصبري طيب خدي عفاك القرعه قربي حدا فمك وقري فيها على الكرسي واحد 20 مره شوفي تقربي لفمك هكا
قريب صوت اللي كتسمعيه انت ملي تسالي اي الكرسي ديري ها نفوسي في الماء بحال كتنقص الذريعه. خد خادم سحر اصبح عاشقا. كاين شي زهر كاين زهر وشي اما كمامه دير على عينيها اما منديل خفيف. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم ولا نوم الذي يشفع عند الذين لا يؤمنون الا من يحكم لا يحكم في امرهم الا بما شاء اذا كسر كما شاء ادوري وتقدم الى بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم ولا نوم السماوات والارض ما تريد يلهم بين أيدي مقدم لا يحكم شيء يعني إلا بما شاء أوسع كرسي السماء شاء قدري تحكم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ولا في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يلهم بين أيدي مقدم لا يحكم شيء يعني إلا بما شاء أوسع كرسي السماء شاء قدري تحكم الله بعدي بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ولا في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بين أيديه مقدم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يعصيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ولا في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما يقول لك التاء هذي؟ شتني الألم في ظهري وهنا وكل شيء. في الرقية اللي كنتي تديري مع الرقى تي عمره هذا؟ شنو قال؟ ما كنطقش كل شيء ما كنطقش. أيه شنو قال؟ كنرجع للوعي ديالي اللي تحيا ديك الساعة. تينزل؟ نعم هذه من يهودي هو. ما عمره ما نطق ما قال لهم اشنو تسميه ما كيقولش ليهم كيقول سميتي انا بنعاني. شحال له ما كيشهد وكينطق الشهاده وكيحلف ما يرجعش. لا كاذب لا كاذب يهودي كاذب يهودي كاذب. شحال تيبقى يقرا عليك الراقي؟ نور ساعتين هادشي اللي كيطول وانا كنعيا وكنرجع للوعي ديالي دغيا غير كيبدا يهضر صافي كنفيق انا. تيهبط تيهبط مزيان تمدي عافاك. المهم هو راه كي شحال مره كيضرني هنا كنحس به هنا في هاد البلاصه كيتخزن وفي راسي هنا. طيب تمدي عافاك. اجي قرب حدايا هاكا ولا هاكا. ديري رجلك يكون على الجيه وانت راسك هنا. وبراسة ميت من الخلع. كنتي ليك باش بقات طويله عريضه راه محطوطه طاقية من احسن. المشكلة أنا اللي كنتعد بزاف. إيه طبعاً طبعاً. وأنا عندي شي حاجة أنا وماما ماما مع زهرية. أردت أنتي غتكوني زهرية. وعندها المس داير كشميرة حتى تغي الفوق كشميرة. عريضة عريضة إيه. عنده مس إيش؟ عندها مس إيش؟ ماما دايري لها تماريض. وفاش كتشد شي حاجة كتشد بيناتنا بجوج. كيأثر علينا داكشي بجوجات. وانا غيكون سحر مشترك شي حاجه مديوره لينا بهاد المرات. انا وماما كنبقاوش نشوفو في بعضياتنا في مره. هي ما كتحملني وانا ما كنحملها. حتى انتي زهريه ما عرفتش ما يدي لا لا ماشي بالضره من اليدين. ما عرفتش فايت قايله لي واحد الفقيه عندك فقر الدم حاد بزاف ديما. ايوا راه عندك انتي زهريه الدم. انتي متاكده من مرتي 2015؟ منين تولد عندك فقر الدم؟ عرفتو حتى 2015. ايوا راه عندك انت سورية الدم. انت او بلس ا بلس لا تمدي عافاك بحال ناعسه نعسي بحال غادي بحال غتنعسي. غطي المسد مزيان. نعم انا نعم صح المأكول. ايوا ايوا تقشيت معليش غتخرجي يديك عافاك خليهم خارجين ومسرحي رجلك مزيان. انا نسرحو. ها تتقل المسائل ديالنا. تقيت شحال من مرة القران تقيت داك السبع وداك الشيء. سبع واعت
الأسحار المنامية هذا اللي أسفل القدمين شوفوا لابسة قصرية لا يخلي اليوم يحيدي المنطقة أين عنها هكاك مزيان فيك البرد بردتي بوحدك اجي حدا راسي اخرجي يديك عافاك يعني خصني نشوف يدين مزيان نسرحيهم لا 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 اي صبيري 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 شي كلها كتحس براسها بارده ما كتعمرك عمرك تحلم براسك في البحر ما عقلتش ما قدرتش شي حاجه ما تفكرتش منها طيب شوفي وتاخدي هذه مسكه ايوا شوفي انت مغمضه عينيك تحطي واحد عينيك في هنا وجمعي نفسك مزيان جمعي نفس صدرك قولي بسم الله أولى وأخيرة عطلك النفس سير نشوف عطي أغمض لي عيني هذيك معنا باش تبقى كونسونطري اصبري اصبري بسم الله أولى وأخيرة أيوا جيب زفرة معلق في الباب وديرو هنايا مغداش حيت خصهم يديرو على الودان حتى تحيد تحيد الزفرة كمي كمي صبيري ها وراه بوح اي عده مرات هو راه باغي يطلع بوحده هذا ما بغيش يطلع ولكن راه هكا هكا يترعى دا يتفرك على بوحده بسم الله اولي واخري مالك عافية 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 مالك مالك تضحك مالك طالع زربان جاوبني مالك طالع زربان مالك طالع زربان مالك طالع زربان جاوبني مالك طالع زربان مالك طالع زربان مالك طالع زربان اوف اوف هبطك رجل هبطك رجل ما كتوجع كتولد اوف مالك اوف مالك انت مالك صاحبي مالك تهدر مالك مالك هذا ماله مسكين مالك حديدك حديدك على النيف مالك 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 انا عرفتك لا لا ما تخليه رانا تنهضر معاه هو راه تيسمعني تيهبط شتي تيطلع بوحدو تيهبط من الحيل هي صبري صبري ها هو اللي تيتحرق ماشي انت عافية 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 نعم نعم بسم الله أولي وآخري أوف أوف بسم الله أولي وآخري
تكلم مالك 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 عطيك شوية القسط عطيك شوية القسط هندي علاش شوية عافك نضرب لك الطيار وننفحها بوحدنا ما تنفحش انت عطيك شوية القسط تنفح عافك اسطير ضرب لك شي سطير تعيش مخير وهي الميلودي تهضر يا دوي 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 اتبع ميمون دوي تكلم تكلم معنا وشوف وشوف دابا حنا كبرنا عليك ما بغيش نحرقوك بغينا نهضروا معاك رجل اللي رجل طلع وتكلم معنا صعد هي وتكلم معنا تكلم 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 يهودي تكلم يهودي تكلم ايه هو عرف تهبط ما تنعرف وقت تهبط وقت يكون طالع يطلع تهبط لا تهبط ديما هو نعم نعم راك هي كل عصر اصحابك ما كيتعذبش اصحابك مرتاح لا 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 تاودي تعذب قالك ما تقوليش والو هو تيعطيك داك الشعور انك انت كتعذبي اكثر منه ورغم علم بيه الله بسم الله اولي واخري بسم الله اولي واخري بسم الله اولي واخري انت تصعد بسرعه تهبط بسرعه يهودي تكلم بسم الله أولي وآخري يهودي تكلم شنو بغيتي غتمشي فحالك حتى ما غيمشيش اقسم بالله ما غيمشي غيمشي انت اللي غتمشي غيمشي علاش غيمشي اصلا راه غيمشي هذاك الكذوب ديال هذاك الكذوب ديال هبط رجلين يلا مالك غيمشي ولا ما غيمشيش يلا اسمع انا دابا فكرتك انا غفكرتك مستر راسك معامل انا جرتك وديك باش تعرف راسك معامل غيمشي ولا ما غيمشيش الله يهبط صبري يلا بسرعه طلعي يلا انت اللي غتحكمي فيه بسم الله اولي واخري سفيان صغير بعثك بسم الله اولي واخري جلسي تصربي شويه عليك صربي بسم الله مملح يصبر بسم الله تمدي يلا هيا ديك تما اصبري اصبري داكشي كي والو واش تيوا كيغوت صبري صبري صبري
صبر انا باش نزر لي ودني باش يتعلم يقول لي غيمشي. بسم الله اولي واخري. السيد مزوج على سنه الله ورسوله كيقول لي غيمشي. مزيان تبارك الله. بسم الله اولي واخري. انت اللي جاي دخل بالليل دخل مخبي ما تشاورتي معاها ما خديتي الاذن ديالها ما كتبتو ما جبتو الشهود ما جبتو العدول ما عطيتيها صداق ما عطيتيها مار ما حتى حاجه باغي تديها ديها فابور طاطا طاطا راه كيشريو الناس بالفلوس. ما كتجبد عليا شكون اللي غيمشي شكون اللي غيمشي انا نمشي هو بدل الهضره يلا كان تيقول لك راجل اللي غيمشي نمشي غتمشي اه يلا خرج كتسلم ما تيقش بي كنعرفو ما تهضريش انت ما تهضري شوفي ما تهضريش انت انا كنعرف حتى الله يهديك واش انا اللي غندخل للرقيه خليه دابا واش انا ملي قلت ليه خرج انا غنلتقي به غيخرج دابا ما يخرج غيهبط غيهبط ويها منين خرج انا تنعرف هادو راه دازو عندي منهم عداد واحد راه كيتفرج وسميتو هارون راه تاو داز عندي خليه يهضر ما تهضريش انت خليه انا تنعرف عارفو تيكذب زيدي شويه زيدي يا تما يلا هاكا بسم الله اولي واخري بسم الله اولي واخري بسم الله اولي واخري بسم الله اولي واخري نوضلك عاوتاني نوضلك واش نوضلك لا ما تجاوبنيش ما ضركش الدرس جاوبني باهلا لا ما نوضش لك لا واذا بغيتيش نوضلك خصك تجاوبني شنو سميتك عفاف شنو سميتك انت شنو سميتك شنو سميتك ما عرفش غنوضلك ما عرفش غنوضلك غنوضلك هارون يضحك غنوضلك شو سميتك هارون كذاب هزرولك لا عفك ما عرفش دقات في البركه هان. رجع كي كنت ناعس كي كنتي ناعس هكا كسرح رجلين هان. الله يرضي عليك انا كيعجبني اللي كيسمع الكلام هان. اه شحال من عام انت فيها بزاف شحال حدد ليا من قبل هادشي شحال بزاف انت عارف شحال من سنه اعطيني رقم قبل ما يشوفه هو اعطيني رقم 2015 لا قبل وانا معاه قبل شكون معاك في الجسد كاين واحد اخر اللي كيجري عليه واحد ولا وحده ما عرفتش مابقاش قول لي ما عرفتش ما كيعجبنيش تقول لي ما عرفتش حيت نتوما عارفين ما عارفين جد من 2000 ساكن وتقول لي ما عرفتش قاد فمك هاك بقاش تعوج عليا شوف انا كي كنهضر معاك انا كنحترمك احترمني كي كنهضر معاك سؤال جواب نسولك جاوبني شحال من عام انت فيها قولي ترقم بغيت نشوف انا جمعت لك بغيتي تقول سميتك على الاولى ملي غنوض غنوفيهم لك الاولى بغيتي تقول سميتك نقول لك انا نقول شنو سميتك انت تفكر المهم فاش بلغات من وراها عام 16 عام جيت انا هاد البنت زهريه علاش ما غاديش نستغلها ما تخافش انا احميها منك ومن غيرك نعم لما قلتي علاش عرفتها زهريه بلا ما تجاوب هذا داخل على الغدر في راسك هذيك الهضره سي انا راه باغي نحميها منه هو هذيك الهضره شوف هذيك الهضره انا كنعرف كي يهودي داك الكذوب ديالك سير باش تخصم بيناتهم كتقولها هو داخل على الغدر باش هي تطيقك هي ما مطيقكش وما عمرها تطيقك
مخطط كفاشل، جينو مع شي واحد اخر ما تيعرفش. انا تنفهم في الامور وبالعاني اسمع ما كاينش قبل منه. تشاورتي معاه وبغاتك ما تش بغاتو، ها انت قلتيها بغاتو حيت حلالها حيت جا دخل من الباب. واتوا البيوت من ابوابها، سمعتي ولا لا؟ واتوا البيوت من ابوابها. السيد جا بغى الحلال، طرق الباب الكبيره وقدم المهر وطلب من يد والديها وكل شيء بتمام وجاب الشهود العدول. انت اش درتي باتي؟ جيتي في الليل دخلتي تملكتيها وقلتي ديالي، الزمر لي ديالك، تحجمه ديالك. انا دابا كنجمع لك، الاولى بغيتي تقول سميتك، الثانية نقولوا جوتي، ونطيق قلتي دخلتي بعد البلوغ بسنة دخلتي على الزهرية والعشق. قلتي لا ما كاينش، هي زهرية الدم وانت اللي كتاكل لها الدم. كاين كاين كلام ولا لا؟ نعم يا يا كيقول لك نعم مزيان. انت اللي كتوكلها في الليل. ودابا بالله يعني ماشي انا بوحدي. اذا كاين شي واحد معك في البدن؟ اه شكون صيفطو تاكل باش تبقى هكاك؟ واخا جاوبني، شكون اللي معك في البدن؟ ما كنشوفوش. شكون؟ ماشي ما كتشوفوش، انت كتشوفو لكن خايف منه لانه قوى منك. لا جاوبني. لا علاش هو قوى مني؟ ايوا حيت انت ما كتخليه يدخل، تكون كنتي عاشق ديال بصح كاع ما تخليه يدخل، تقول لي ديالي ديت واحد ما يشاركني فيها. ولكن هما مسخرين. واخا مسخرين نحبسوش انا. خاصك تحبس هو يدي المهمه ديالو. ايوا انت دابا كنتعاونو كنتعاونو دابا سمعني 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 كنتعاونو على الشر. سمعني انت تؤذيها تعشقها وتؤذيها، واش العشق كيتجمع مع الاذى؟ جاوبني، واش العشق والاذى كيتجمعوا؟ وانا كنبغيها باغيها تكون ليا، ولكن انت كتعاون الاخر كيوكلها في المنام، وداك الشيء انت عارفه بلي الاسحار تؤكل في المنام ولها تاثيرات على الجسد، لها تاثيرات سلبيه على المعده والجسد. كاين شي ولا ما كاينش؟ وانت راه تؤذيها، وكنت لو كنتي عاشق ديال بصح انت عارفها باغيه راجلها ما غتحيش لها واحد الحاجه اللي هي باغيه. اشنو العشق والاذى هل يجتمعان؟ جاوبني بصراحه، صدقني. شوف خليك من الكبر وخليك من العشق، تجرد من كل هذه الشوائب وتكلم. كتبغي شي حد غدي غدي الا كان ديالك ماشي الا كان هو باغيك، اما هي ما باغياكش. تكلم. عرفتوها بطل ملي قلتي اي عرفتوها بطل. صعد يهودي لا بغى يصعد راه يصعد بوحدو. تكلم دول بنتي في اولي واخر فاش يا واحد الكومونت. لا لا بسم الله في اولي واخر. جاوبني ما تبقاش تهبط. سمعني 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 شوف انا جامع لك الاولى ما بغيتيش تقول سميتك، وجامع لك الثانيه انت ديك كتهضر انا كنهضر معاك وانت كتهرب. لو كنتي واعر ما تهربش، لان انا ما هربتش من طلعتي ما تخلعتش وخرجت برا كنهرب. فانت ما تهربش، تكلم معايا الله يرضي عليك واخا ما بقيتش تعاود تهبط. ولا هبطتي اش غندير لك؟ هبطتي نخرج انا نخرج غنخلي ضاربوك. هبط داك الرجل. تكلم معايا راجل اللي راجل، ما بقاش الله يرضي عليك تبرش عليا. سمعني نقول لك العشق والاذى لا يجتمعان، أنت تعشقها وتؤذيها ما يمكنش. ينبغي أن تزيل الأذى وتزيل العشق. شي فحالك ولي كيني أنا غنتولاهم. قول لي شحال من واحد كاين؟ قلتي اللي كاينين ماشي اللي كاين، كاينين جوج ذكر وامرأة. نعم حمو وميرا.
كبير راه كيتعذب ودازت ليها. ماشي انا اللي قلت، ميرا كانت عند امها ودازت ليها. هيهم جوج هوك هوك كتمشي وتجي كتنقل بيناتهم. عندهم بجوج، عندهم بجوج. باش دخلوا بسحر؟ واش دخلوا بسحر؟ السحر من ديال اش هاد السحر؟ شنو فيه هاد السحر؟ مقدرش نقول. تمريض؟ تمريض؟ وحاجة أخرى. فرقوا بيناتهم؟ بينهم كلهم. بينهم كلهم، باغيين يشتوا العائلة. دار خاصها تفرتك. الدار خاصها تفرتك. إذا أنا منتقمي منهم. العائلة ياك. دابا في البدن كاين هاد الجوج كاينين خارجين كيمشيو ويجيو، بناء على اش كيمشيو ويجيو؟ ما عرفتش. منذ متى وضع صنع هذا السحر؟ من 2015. قديم. ولكن هي امتى تصابت به؟ هي كانت تضر على البنت هذه عفاف، امتى تصابت به؟ مؤخرا لما تزوجات؟ قبل 2015. انت اللي خرجتها من الخدمه ولا شي واحد اخر؟ 2015 هو عارف، هو كان مشكل مع عماتها. قولي كان مشكل مع عماتها. عماتها مع باباها عندهم مشاكل وما كيحلوش ماماها. ماماها ما كيحلوش. سوسيات هذوك راه سوسيات. سوسيات مشاو عند فقيه سوسي. سوسيات كيزقاوش. ولكن انت كتكذب؟ كنكذبش فهادشي، ما كنكذبش. شنو عندها اخر؟ عندها السحر وعندها العين ياك. بزاف كلشي مقابله. ولان زهريه غتكون مصابه بالعين، كتجر العين. انت اللي كتاكل لها من الدم. ماشي بوحدي. هي انا 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 بغيتها غتولي خايبه ما يبقى يشوفهاش. كتخيب قدام راجلها. صافي ممكن ندير لها حتى حاجه اخرى. صافي هكا نخيبها وكنخليها تغلط بزاف، هو باغي تعافي غتبقى تغلط بزاف. اذا انت اللي كتغلطها. باش تبقى خايبه ما يشوفهاش. ميشوفاش كحل ثلاثة وجهها. كتشوف بقى خيبة. أنا كنعرفها زوينة، تيمشي وترجع زوينة. ما غيمشيش. يمشي وترجع زوينة، وغتصح وغتخدم تيمشي. سمعني. أنت اللي خرجتها من الخدمة ولا الآخرين الخدام السحر؟ آخرين ماشي أنا. آخرين الخدمة خرجوها من الخدمة. آخرين حلفوا عليها ما تبقى. علاش هي اللي تخدم وعلاش هي اللي زوينة؟ وعلاش هي اللي كلشي كيبغيها؟ وعلاش هي اللي صحيحه؟ وعلاش هي باها كيسمع ليها؟ وكلشي حسد. السحر بني على الحسد. ما باغيناش تكون صابوها تموت. انا راه شاده وما باغيناش تموت، باغيين تتشفى وفاء. انا ما باغي حتى ولاد ما غيخليوهاش تولد. وخمشي انا حتى ولاد ما غتولدش، حتى زواج ما غتزوجش. كيف تشكو فيهم علاش هما دار؟ علاش هما دار؟ علاش شي حد كيضربني هنا؟ ضرب امو تعرفش تعرفها تحقر عليها هي. علاش هما دار؟ طوموبيل ضاحكين خارجين كلشي و الاخرين لا. علاش هما اشرار ياك؟ انت فيك الخير. انا هو انسان وياها. لا سمعني شوف دابا شوف عطيني سميتك راه باش نعيط لك. وما عرفتش ما كاينش واش كاين شي عارف سميتو. انت ما باغيش تقول. ماشي هكاك ما نقدرش لا قلتها غنتحرق. ما نقدرش حتى من بالي ماشيه ما كايناش فيها الشين فيها الها. ما عرفتش شاهين.
في الحال زوينة هذه زوينة. عجبتك شاهين؟ لا ماشي هي. اه سمعني شوف. هبها بالذكر رجلي بلا ما تقد توجع. انت راه ممكن تهضر بلا ما تقد توجع. علاش سميتك غتحرقك؟ ما عرفتش هادشي اللي في بالي دابا. شي اللي في بالي كتبوه عليا؟ لا اتفقنا كنقولوا الصراحه. انا كنقول الصراحه. واخا انت كذبتي باش كتقول لهم سلمت ياك؟ ايه كتكذب باش تقول لك كنقول لهم سلمت. ايه قول لي بالله عليك، هل هذا الذي تفعله بها خير ام شر؟ لا لا سمعني كتبغيها راه شوف راه شحال من واحد تيبغي شي واحد ولكن الحرام حرام ما قادرش يوصل ليه. صافي السلام عليكم. راه ماشي ديالك. شمهاروش انت؟ واش ما ضحك شمهاروش شو واقع؟ اللي غتقطع. حتى حاجة ما غتوقع لك بإذن الله. أوف العافيه. بسم الله. طلع تكلم معايا. تعال تكلم معايا. اش واقع مالك؟ هبط رجلك. شحال عندك من عام باش ما هروش؟ شحال عندك من عام؟ 60 وباقي صغير. باقي صغير. نقراو شي بركه باش ما هروش؟ تقرا زعما ما كانت تاثر. هبط رجلي. هبط رجليك. هانا صافي هانا. شنو ديانتك يا شمهاروش؟ شنو ديانتك؟ ما عرفتش انا ما مدينش كاع. ملحد. ملحد. ايه. من الذي خلقك؟ الله. الله كتقول يا ملحد. من الذي خلقك؟ قلت لك الله. وعلاش كتقول لي ملحد؟ واش باغي تعرف؟ بغيت انا جاي باش نعرف. علاش جاي انا باش نعرف؟ عيط لاخرين اللي مشاو. علاش نعيط لهم؟ علاش حكرتي عليا انا؟ الجنون الاخرين اللي مشاو. وانت اللي لقيتك في البيت انا لقيت مامك كنت فنجره مامك ما غنخاف لا منك لا منهم. كتسمع ولا لا؟ ما غنخاف لا منك لا منهم. زكاش كدير؟ كنغطي في عينيها. اي قلتي لا غطي عينك. عينيها مغطين ما تقد جبد. دوي معايا. نعم. علاش كتقلب؟ والو. كتقلب على شي حرقه اليوم؟ لا. كتقلب على شي حرقه اليوم؟ لا. هي اللي خرجتي. انا غنخرج. راك عارف اني غتخرج. اني غتخرج. رجليها قدم اليمنى. اه ولا لقيتكم ما خرجتيش؟
غنخرج دابا. لا تفهم معايا اه، الا لقيتك وما خرجتي، الا لقيتك باقي مازال وما خرجتيش اش غندير لك؟ جاوبني انت اللي خاصك تعرف. اش غندير لك الا لقيتك وما خرجتيش؟ جاوبني، لا بغيتك انت تقولها، لا قولها ونطق بها. علاش؟ حيت عرفني نديرها ياك، ياك نقول لك اش غندير لك الا لقيتك باقي هنا؟ واش نقول لك اش غندير لك الا لقيتك باقي هنا؟ نقول لك غنخلي ضربوك، غنحرقك حتى الموت. كتسمع ولا لا؟ تخرج دابا علي الى داك الرجل تبع الكذاب حتى لباب الدار. اش كتسنى باش تخرج؟ يلا خرج، يلا انا كنتسناك تخرج، يلا خرج. يلا خرج، يلا خرج، خرج. خرج، يلا خرج. خليته يعاود يطلع عاوتاني. لا 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 طلعي، عاوني عاوني باش نطلعو باش نروحو الوقت وداف. بسم الله في أولي وآخره، بسم الله في أولي وآخره. سخيني شتلى راسي ضربني سير. بسم الله في أولي وآخره. صبري شوية، صبري معنا شوية. يلا طلعي طلعي. علاش هبطتي؟ بغيت نخرج. كذاب، بغيت نخرج. اش كتسنى باش تخرج؟ انا قلت لك، قلتي غتخرج، قلت لك خرج. هو خرج، كتسنى عاوني باش نعاون. وراك 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 راسي هنا 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 هنا. اوف باش نعاونك، اوف باش نعاونك. تعرف تعرف تعرف. اوف شوف اسمعني، انا عارف، راني عارف، ولكن الا 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 قريت واذنت وما خرجتيش شنو غندير لك؟ شنو غندير لك؟ شنو غندير لك؟ لا قولها. داكشي داكشي غنخلي ضاربك ياك. انا ما عندي ما خسرت. انا غنأذن ونلقاك هنا. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Oh.
مقدرتش. علاش كتكذب؟ ما قدرتش. ما كاينش عزيزه ما نقدرش. انت لست خادمه ساحر باش تقول لنا معقود باسحار. الله يرضي عليك. بقاش تمقلع عليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غنتقي. عرفت السحر المأكل غيخرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هو بمؤمنين. يخادعون الله الذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
كلش زين. لالا صبيري صبيري حاول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. مالك توجع؟ مالك توجع؟ مالك شنو؟ مال رجل؟ ألم. واش ما بغيتش تخرج؟ غنخرج وريوني. أنا تنقرا، أنا بغيت نأذن باش نعاونك نقرا آية الإخراج، ما بغيتيش. أنا فراسك راه باقي كاع ما بديت الرقية، واش فراسك ولا ما فراسك؟ جاوبني، عري لوجه، واش فراسك؟ أنا باقي ما بديتش الرقية. هادشي راه باقي كاع ما بديت، راه كنهرك. انت كتوجع بوحدك بحال محطوط فوق العافية. تخرج ولا ما تخرج؟ يلا الباب. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يخرجهم من الظلمات إلى النور. عفاف، علاش فقتي؟ هبط، رجعي ديري المسائل عاوتاني باش يطلع. حاولي تصبري، ما كاينش مرحلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. والله محيط بالكافرين. والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه شاء الله لذهب بي.
بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وأعدت للكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء زيد قرار بركة جاوبي شنو هو؟ سرح رجليك نتفاهمو نتفاوضو ولا نكمل في القراية؟ مقدرش انا نخرج مقدرش. اذا غتموت بغيت نخرج انا مقدرتش بركة من الكذوب بركة من الكذوب مقدرتش راني مكنكذبش عليك انا كنكذب كلشي والله ما انت شنو اللي حابسك شنو اللي حابسك يلا ما عرفتش خذي على قد عقلي شنو حابسك ما عرفتش ما كاين ما حابسك حتى شي حاجه ما عرفتش
سرح رجل اليمنى، سرح القدم اليمنى، سرحها، عريق قدمين من تحت. نعم، كل منهم أعتى منك وأقوى منك وأقدم منك في المكوث في البدن وخرجوا. اللي كيبغي يخرج كيخرج، أنت لست معقودا بأسحار حتى لا تستطيع الخروج. ما قادرش. إذا عطيش شنو؟ إن لم تستطع الخروج أنا سأستمر في القراءة والحق حتى تموت. صافي؟ مزيان. كاين شوية ملحة في الدار؟ إيه جيبها. ندوزو لليفل نمبر 2. صبري ديري راسك حالي غادا في الكار وما كاينش طواليط. شي معي القصة صغيرة واخا نلعب معاها شي شوية. بغا نلعب معاها نلعب معاها شي شوية. طلعي ها؟ لا الصمتة زعما خايفة من الصمتة؟ لا ما نضربكش. نلعب معاها بطريقة وحدة أخرى. في ضربك شي واحد في رقية كنتي كتحسي. خليه يطلع. طلعي كيف قلب المسخوط. بسم الله. قسلين دي. تكلم. بسم الله في أول وآخر. شو مهم من بعيد. بسم الله في أول وآخر. ها؟ ما كيلا برو تلا برو. عادي لكن وجد لي سيريلاك. بغيتي تغلط الصيد انا عندك باش تغلط تانيت. وجد لك السيريلاك. تهضر نوجد لك السيريلاك. ايوا ما زربني والو. زرب انت شي حاجه؟ قرب لها السطر. طيب مسكينة توا طيب. كتوصلني تلانو كترجع. انتي واش كنتي كتحسي بيه نيت من بعد سنة من البولو؟ كنتي كتحسي بيه من بعد سنة من البولو؟ ما انا كنت كنقابل المرايات بزاف. داكشي علاش؟ كان شعري طويل وكنت كنبقى اصبري وصابري ورابطي. حكا ايدي فاش كانت كل مس كتنفخ كتولي هاد الايد زرقا ومنفوخة على الايد حيت هو طالع تما مستقر تما. ايه هو كاين تما انت وكتشكو في نهك هك. هو كيكون تما. هو كيكون تما. هو اللي كيكون تما.
خلي يشوف شكي تسنى ما عادتو شي دارت الجيمس ولا هو يلا انا ما كنتيش غتخرج داكشي تمدد ما كنتيش غتخرج داكشي تمدد بركا ما توجع عليا يلا اما غتخرج السحر اما تمدد خرجوك خرجوا منك حوايج اخرى يلا يلا الا بغيتي تخرج السحر غتخرجوا الا بغيتي تخرج السحر غتخرجوا بسرعه بسرعه ما عنديش وقت بسرعه بسرعه ما بقاش لعب معاك بسرعه غتخرج السحر ولا لا خليه هو يتكلم راه طالع خليه هو يتكلم غتخرج السحر ولا لا يلا خرجوا يلا خرجوا الان ولا غادي نسقيك يلا نسقيك ولا بلاش يلا بسرعه كيعجبك قصه هندي قصه هندي كيعجبك قصه هندي تهضر كيعجبك قصه هندي ها كيعجبك قصه هندي اجي ندوقك شويه اجي ندوقك شويه اجي ندوقك شويه هكاك شمي 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 طلعي فيني طلعي فيني طلعي فيني تمدد تمدد انا خلي ضربك تمدد 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 نعم تمدد عطيه عطيه شمي شمي طلعي طلعي الدماغ مزيان طلعي راه ما تخافيش مني طلعي نعم يحرق عطيه 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 مبغيش تمدد 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 غطيها عافاك خليه يصعد خليه يصعد خليه يصعد كاين طرف شابابي كويزين ها جيب لي بابي كويزين عافاك لا لا خليه يصعد خليه يصعد داك ما كتريحيه خليه يصعد دعيه يصعد أيه هذيك الايام راه هكاك كندير كنبقى نشرب فيه ونشم صبري شوفي شربي هذاك يعاونك باش تردي دفعه واحده بسم الله دفعه واحده ما تشمي ما توكلتش عليك يلا يلا دفعه واحده هيك زيد 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 طلع كامل 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 الله يرضي عليك هاتي غتردي يلا حرقي 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 بابا هكي تحير مين أجيبه؟
تلقى عنده سي خلي الباب حلو ايه نزيدو ما احنا خايفين واش يخرج انت هنا واش غير شويه لك ما تخافيش انت ما تخافيش غير خليه هو خايف واش كان خايفين حسبك حسب الله ونعم الوكيل لا ونعم الوكيل ديري صبعك ديري لا الا الا ما بغاتش تخرج كنتي تبغى طلعت هنا ديري صبعك باش تردي ماشي مشكل قلت لي بالسيف راه غادي نقرا القران خاصني نخطوها قيتها احسن برافو اجي حاولي نسولك نعاود نشرب الماء ماشي مشكل خليها تدخل كاين شي حانوت هنا كيبيعو دروغري مزيان ديك اللي حطيتي حدا الطوموبيل فيها هي كيبيعو تقيات لا بسم الله وتجي هو راه ماشي شي ما قويش راه ما قويش ضعيف اش كنقرا عليك لا هو راه ما فعلا هو ما قويش ضعيف غير قوه العاشق في عشقه هو ماشي قوي كجن قوي كعاشق
العشق ديالو قوي. انا نقول لك درجه العشق ديالو ليه درجه العشق ديالو قويه جدا، لكن هو ضعيف. وهذا النوع غالبا هو تكون عارف الحق ولكن يتغاضى عنه باش ما يفرطش في العشق ديالو. ونورمالمون ما خصهاش طوالت لها. الحيل دابا كيتقوى ولا ياك نديرو الحيل دابا باش كيتهربو كيتقوى بالنجاسة بزاف د الحوايج. ولكن قبل ما نجي فرضت عليها باش تتعوض وتغسل. مزيان مزيان مزيان. نعم الصبر، الصبر هو كل شيء، الصبر هو كل شيء. ما جيت مدي عفاك وطلعيها عاوتاني. ورد يحس راسه محاصر الان وما مرتاحش. هو طبعا ما مرتاحش نهائي. هاك طلعي له هذا هاك. لا خصك تصبري. هو دابا علاج. دابا انت راه انت ماشي ما عندكش مشكل مع هذا. مالي انا كنشمها هو ريحته ما زويناش، ولكن لا ماشي انت اللي عندك معاه مشكل، راه هو اللي عنده معاه مشكل. كاين ولا ما كايناش؟ خايف كيضرني هنا. راه ماشي كيضرك تما، راه حيت هو مستقرك في البطن. لا صبري هاك صبري، خذي شويه و اعطيه يتنفح شويه. تكلم 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 كتقلب على العذاب ياك، كتقلب على العذاب. خرج ما بغيتيش. كاين شي حاجة ما دايرينش. ياش حبيتش ها تخافش منه؟ لا تخافش منه؟ لا تخافش منه؟ سكا 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 سكا
خدي ديال وخلي كل شيء تحت السيطرة. انت ما تخافيش انت سالة سبيل ولا لي اش كاين؟ اش بالك؟ تكلم مالك؟ 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 تهضر مالك؟ ما كتوجع؟ ما كتوجع؟ مالك كتوجع؟ وجوني مالك كتوجع؟ مالك توجع؟ مالك توجع؟ مالك توجع؟ شنو؟ اشنو؟ نهضر معايا تكلم معايا كيما كنت تكلم معاك تكلم معايا كيف ما كنت تكلم معاك هذه اسفل القدمي هل يدك على وجهها؟ نضار نضار هيدي يدك على وجهها هيدي يدك على وجهها صافي 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 هزك هزك شنو جا صافي هزك شنو هزك شنو المقابل ديال اني نزقه صافي هزك هزك شنو هو المقابل ديال اني نزقه صافي داكشي اللي بغيتو تخرج صافي عافاك عافاك لا خرج لا خرج عافاك عافاك دابا هو انا كنهضر معاك مزيان يلاه صافي يلاه خرج يلا بارك تخرج اه يلا خرج يلا بارك يلا خرج يلا بارك يلا تخرج تخرج نحبس تخرج نحبس ما بغيش نعاود نساقك حيد يدك ما بغيش نعاود نساقك تخرج ولا ما تخرجش اي تخرج ولا ما تخرجش تخرج ما تخرج اش كتسمى باش تخرج اش كتسمى باش تخرج وعافاك عافاك
كتسنى باش تخرج؟ عفاك عفاك عفاك. اش كتسنى باش تخرج؟ عفاك عفاك عفاك. اش كتسنى باش تخرج؟ 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 سدي اعطيها هذاك طلعي نشوف اش كاين. سير باش نعرفو واش كاين ولا واش خرجوا ولا لا. سير حرجك سير حرجك. شنو بغيت تقول شي حاجه؟ لا هاد البلاصه مع الطيبوليه كتحرقني دابا ما يمشي بلاتي. عافاك انا نعرف. اي اي ما حسيتي حاجه خرجت منك؟ ما عرفتش راسي ما عرفتش. بسم الله في اولي واخري. بسم الله في اولي بسم الله في أولي وآخري. بسم الله في أولي وآخري. فاسك بالمسك يخرج بوحده ياك. مرة مرات كنحس بشي حاجة كحجية ودخلت لي. أي نعم حيت يمكن تكونيش محسنة. بسم الله في أولي وآخري. 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 واش لما نشوف بسم الله في أولي وآخري. بسم الله في أولي وآخري. بسم الله في أولي وآخري. مكين والو خرج. الحمد لله الحمد لله. سمعي سمعي نقول لك قرأي الآن آية كرسي 7 مرات بسرعة. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا مبين إلا من هو حقا من أنفسكم فيما يجد بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا مبين إلا من هو حقا من أنفسكم فيما يجد بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كينا مرة ثانية تحصنت بلا إله إلا الله تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت بذي الملك والملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت. المرة الثالثة تحصنت بلا إله إلا الله تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت بذي الملك والملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت. لازم ندخل الوطن. نعم خليك ابقيت عفاك ترددي ايه الكرسي حنا جايين. خرج الحمد لله. واحد صحيح وسع كرسيه السماوات والأرض لأن وسع كرسيه بحال قلتي الأرض وسع كرسيه السماوات والأرض هذيك الكسرة ديال جمع مؤنث سالم ما كتعرفش تأثر عليها. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. برافو. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض.
على سنتك ولكن تابي العاشقة تيرجع بمعنى غتحبسي البرنامج غتفتحي لي الباب بحال قلت لي مرحبا بك ماشي غا هو اه بركي الحمد لله الان وانت تقراي ما حسيتي حتى شي حاجه مزيان هذا اللي باش تعرف شنو هذا اللي بخرت به الان حنا ماشي نديرو الشعواده عرفت الله عرفت هذه الحبه السوداء اللي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم والفجل معروف بانه تهلك العشاق والقوس الهندي راك شفتي والبخور عادي باش نهرسوا داك الخيوبيه ديال الريحه ديال الاخرين حيت بحال ريحه الحرق تجي ريحه خايبه البخور عادي فهمتي شري بخور عادي ولا عود ماشي ديال العبار حيت العبار تيكون مخلط احيانا بشي حوايج رغينه داك التخربيق شري انت عود ولا بخور هكا ديال عود ملكي ولا بخور ديال الشركه تكون تضامن انه بخور عادي غير فيه الريحه وصافي فهمتي نعطيك برنامج غتبعي لا مش عادي دابا عادي غتبقى فيك تكري علاش انا عندك سحي ماكول نعطيك وصفه باش تخرجي واخا سفيان كتب ورقيه ديال التليفون في النوت غير هو الحمد لله انا متاكد انه خرج لان الحركه اللي كيدير في الاول ماشي الحركه اللي دار في الاخر يبغي يخرج ولكن بغيت نتاكد منك انت شنو باش حسيتي عفاك انا هذيك اللقطه عقلت على راسي بركتها كدرتها ايوا درتيها اي هذيك علامه الخروج خرجها من اليدين شوف واش ما عندكش زرقيه في الجهه اليمنى في الاصابع في جهه الظفر شوفي عفاك قلبي الاقدام قلبي رجليك من جهه الظفار واش شي بلاصه زرقاء ماشي مشكل ماشي ضروره دابا انت شنو بيتين هنا ولا شنو والله ما دير قطره رجعوا واقيلا ماشي مشكل هي حيت الدار اللي بغيتي تمشي ليها خاص الرش الرش مع الرقيه وتقرا فيها وتبخر حنا دارنا بعدا دار والدي انا راه فيها فيها داك الشيء مرشوش من احسن تمشي لدار والديك دابا ممنوع تمشي لدار والديك الان هادو معمول في التليفون بحال انت عندك كونفينمون ديالك بوحدك عرفتي علاش كانت عندي واحد السيده اللي تاهي كان فيها العاشق 20 سنه وخرج الحمد لله خرج جات مناسبه في عائله نسابها قالت لي بغيت نمشي كلا ما تمشيش علاش اولا هي باقا الهاله ديالها مفتوحه ثانيا هي زهريه ثالثا محسوده واخا دير الاذكار الى داس على سحر مرشوش غيشد فيها لان بحال اللي قلتي داك الريزوات الريزو ديال السحر وديال المس باقيين عندنا في داتها باقي ما تحيدوش تبزر تبزر كلا ما تمشيش راجله بزاف لا تمشي حضرت راسها ومشي جات مريضه داكشي اللي كنرجع بل رجعت بسحر جديد لان نسابه اللي تيديروا ليها سحر مرشوش وكذا فبالتالي انت الان الله يرضي عليك ممنوع تمشي لدار والديك دار ام ديالك زهريه غتاخذي من الطاقه السلبيه اولا طجت من الدار ماما طجت من الدار البارح خرجت من الدار واصله هي وبابا طلعت على والو دابا خاصها حتى هي مريضه مسكينه خاصها تعالج وحنا المشكل اللي كاين هو ان بابا فيه شي واحد فهمتي خايب بزاف راه كيكون معنا وما كيطيحش هو حتى الوالد ديالك حتى هو كيخرجوا كيخرجوا كيخدعوا وبحال داك انا نقول لك شنو كاين دابا ام ديالك فيها كتميره كتنتقل بيناتكم و ديالك فيه حمو جاك من الاخر وغيكون كيحلم شي واحد سميتو محمد هادي امور اللي هي قواعد مضبوطه شوفي البرنامج شوفي اختي عفاف تركي بحال اختي وسفيان راه بحال خويا راه غادي تحبسي البرنامج غتكوني بحال ضربتي كلشي في زيرو وغادي تقولي ليه صافي غا مرحبا بك وكلشي ديالك بغيتي تعتقي عائلتك وتعتقي راسك دابا الاخرين اللي باقي اللي ديال السحر راه يقدروا يرجعوا واخا ديري الاذكار باش نتفاهموا لان بابهم مفتوح ولكن الا درتي تحصين قوي ان شاء الله ما يقدوش ان شاء الله واخا خذ ورقه وستيلو نقطع هذا باش